إذاعة سلطنة عمان تفسير القرآن الكريم تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني. أيها الإخوة المستمعون الأعزاء، في حلقتنا هذه سنتابع ما تبقى من تفسير الآية 164 من سورة البقرة. فإلى التفسير. وبجانب ذلك، فإن هذه الريح فيها منافع شتى، منافع أخرى تنفع جسم الإنسان، ومنافع أخرى تنفع البيئة التي يحلها الإنسان. فجسم الإنسان يفرز من مسامه سموماً باستمرار، هذه السموم تأتي عليها الريح فتبددها في هذا الجو وتحترق تحت أشعة الشمس وتتلاشى. وكذلك الأرض لولا أن جعل الله سبحانه وتعالى تحرك هذه الرياح، فإن الأرض نفسها من غير أن تكون هنالك أجسام أخرى تنتن فوقها يكفي إنتانها لأن يمنع الحياة عليها، بحيث إن الرطوبات التي في الأرض ما كانت لتجف لولا أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الريح سببا لجفافها. وإن كان عنصر الماء لا يوجد إلا مع عنصر الهواء، فكل منهما محتاج إلى الآخر، ذلك من حكمة الله سبحانه وتعالى. وجعل الله سبحانه وتعالى أيضا تخلل الريح لأجزاء التراب، دخول الريح ما بين أجزاء التراب من أقوى الأسباب لامتصاص جذور الأشجار، جذور النباتات أغذيتها من هذه الأرض، إلى غير ذلك من المنافع المتنوعة التي جعلها الله سبحانه وتعالى من خلال تحريك هذا الهواء بما يسمى ريحا أو رياحا. من ذلك ما ذكرناه من قبل من الرياح الموسمية والرياح الدورية اليومية التي تحرك السفن، إلى غير ذلك من الأمور التي جعلها الله سبحانه وتعالى موقوفة على تحرك هذه الرياح. فهذا مما يفسر قول الله سبحانه وتعالى وتصريف الرياح، فإن تصريف الرياح يكون على أنواع ويكون بأسباب مختلفة، وإنما هذا سبب رئيسي من بين هذه الأسباب. هذا ولفظة الريح كما يدل الحديث الشريف عن الرسول صلى الله عليه وسلم هي مأخوذة من روح، فإذا ياء الريح واو، ولكن لأن ما قبلها مكسور والكسرة عدوة الواو أبدلت ياء، ويدل على ذلك جمع الريح على أرواح جمع القلة، وقد لحنوا من جمعها على أرياح. وإن قال أبو حيان بأنه مما علق بذاكرته أن من شعراء العرب من جمع الريح على أرياح، وجمعها على رياح جمع الكثرة لأجل الكسرة أيضا، وإلا
لا كانت ياؤها واوا كما هي في الأرواح. وأكثر ما جاء لفظ الريح في القرآن الكريم في معرض الحديث عن العذاب، كالحديث عن عاد أن الله سبحانه وتعالى أهلكهم بريح عقيم تدمر كل شيء، ووصفها الله سبحانه وتعالى في موضع آخر بأنها ريح صرصر عاتية، بينما في معرض الامتنان غالبا ما يأتي لفظ الريح مجموعة ويرسل الرياح مبشرات بين يدي رحمته، وهكذا في سائر الآيات التي تتكلم عن إنشاء السحاب الثقال إنما يأتي لفظ الريح فيها مجموعة. اللهم إلا في نحو قول الله سبحانه وتعالى وجرينا بهم بريح طيبة، ووصفها بالطيب هنا هو الذي دفع الإشكال. وروي في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا هبت ريح قال اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. وإن ضعف هذا الحديث من ضعفه من العلماء، وحمل بعض العلماء ذلك على أن ريح العذاب تنصب صبابا فهي ريح واحدة، بخلاف ريح الرحمة فإنها تأتي على موجات تتخللها فجوات، ولذلك اعتبرت رياحا على أن هذه القاعدة أغلبية وليست مضطردة، إذ القراء السبعة أنفسهم اختلفوا في الجمع والإفراد في الريح والرياح في هذه الآية وفي غيرها من الآيات في 12 موضعا من القرآن الكريم. وبما ذكرته يتضح وجه دلالة تصريف الرياح هذه الآية الكريمة على وحدانية الله سبحانه وتعالى وعلى رحمته بعباده، فإن الأسباب متنوعة في تصريف هذه الرياح، ومع ذلك هي متفاعلة متناسقة. من الأسباب ما يأتي من أشعة الشمس، من الأسباب ما يأتي من برودة الثلج، من الأسباب ما يأتي من حرارة الأرض، من الأسباب ما يأتي من تحرك البحر نفسه، لأن الله سبحانه وتعالى جعل أمواج البحر بتلاطمها من أسباب تكون الأكسجين، هذا الأكسجين تنقله هذه الرياح من البحر إلى الأماكن النائية إلى الصحاري البعيدة عن البحار، فهذا التفاعل العجيب والتناسق ما بين جميع هذه الأسباب دال على أن هذه الأسباب المتنوعة ناشئة عن مسبب واحد ذي إرادة واحدة، وأنه ليست هناك إرادات متعددة أنشأت هذه الأسباب، كما أن النتائج الخيرية التي تثمرها هذه الرياح النتائج الكثيرة ومن بينها تلقيح السحاب ومن بينها تلقيح الأشجار، فإن الله سبحانه وتعالى كما أخبر
بنفسه بقوله وأرسلنا الرياح لواقح، جعل هذه الرياح تلقح، فهي تلقح السحب وتلقح الأشجار، أيضا هي متفاعلة في إنشاء هذا السحاب، فإن الله سبحانه وتعالى يرسل من الرياح أولا ما ينشئ السحاب، ثم يرسل من الرياح ما يسوق هذا السحاب من أماكنه إلى الأماكن الأخرى، ثم يرسل الله سبحانه وتعالى من الرياح ما يجعل هذا السحاب يسيل ودقا على هذه الأرض، ينزل ودقا على هذه الأرض. إذن الأسباب متعددة وهي في تعددها متفاعلة، وذلك دليل على صدورها من إرادة واحدة، كما أنها دليل أيضا على أنه سبحانه وتعالى يريد الخير بعباده، فهو رحمن وهو رحيم. والسحاب المسخر بين السماء والأرض، السحاب إما أن يكون معطوفا على تصريف، وإما أن يكون معطوفا على الرياح، فيكون المعنى وتصريف السحاب المسخر بين السماء والأرض. وفي السحاب آيات عظام من آيات الله سبحانه وتعالى الدالة على وحدانيته والدالة على قدرته والدالة على أنه سبحانه وتعالى رحيم بعباده، فإن الله سبحانه وتعالى جعل هذه السحب لها عوامل متعددة، منها كما سبق أن ذكرت ذلك البحار والمحيطات والشطوط والأنهار، ومنها الطبقة الهوائية الباردة، ومنها الطبقة الهوائية الساخنة، ومنها هذا التحرك، تحرك هذا الهواء بما يسمى ريحة، حتى ينتقل هذا السحاب من مكان إلى مكان بتصريف الله سبحانه وتعالى. ومن الأسباب أيضا أشعة الشمس وحرارتها، فإن الله سبحانه وتعالى يرسل أشعة الشمس على هذه المياه فتتبخر وتتصاعد، فإذا تصاعدت واصطدمت بالطبقة الباردة وهي التي يعبر عنها بالطبقة الزمهريرية في الهواء تجمدت، ثم بعد ذلك يلفحها بمشيئة الله سبحانه وتعالى هواء ساخن فيلقحها، ثم يصرفها الله سبحانه وتعالى كيفما يشاء فتمطر أينما أراد الله سبحانه وتعالى ودقا نافعا للعباد. والعرب أدركت في جاهليتها بأن المطر من ماء البحر، ولكنهم لم يكونوا يتصورون حسب ما يبدو أنه أيضا من مياه الأنهار والشطوط ومن سائر المياه الموجودة في هذه الأرض كالغدران. ولذلك نجد أبا ذؤيب يصور لنا ما كانوا يعتقدونه، يصور لنا ما كانوا يعتقدون، إذ كانوا يعتقدون أن السحابة تمتد منه خراطيم إلى البحر وتشرب من ماء البحر، ثم ترتفع بعد ذلك إلى السماء، ثم ينزل الله سبحانه وتعالى هذا الماء العذب على عباده. يقول في ذلك أبو ذؤيب الهذلي
سقى أم عمرو كل آخر ليلة حناتم سود ماؤهن ثجيج إذا هم بالإقلاع همت به الصبا فأعقب نشأ بعدها وخروج شربن بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر لهن نائج. وفي ذلك يقول الإسطرلابي مؤتذرا إلى ممدوحه: كالبحر يمطره السحاب وما له فضل عليه لأنه من مائه. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الآية وهي السحاب الثقال بعد الآية السابقة بعد ذكر تصريف الرياح، لأن تصريف الرياح من أسباب نشأة هذا السحاب. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أيضا هاتين الآيتين، آيتي تصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض، بعد ذكره للآيتين السابقتين قبلهما، وهما الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. ذكر الله سبحانه وتعالى هاتين الآيتين بعد تينك الآيتين لأجل الربط أيضا ما بين الأسباب والمسببات، فإن الفلك التي تجري في البحر من أسباب جريانها الرياح. ذكر المسببات ثم شد بعد ذلك انتباه الناس ذوي العقول إلى أسباب هذه المسببات، وكذلك ذكر الماء الذي ينزله الله سبحانه وتعالى من السماء فيحيي به بالأرض بعد موتها ويبث به كل دابة، ذكره الله سبحانه وتعالى ثم قفاه بذكر السحاب المسخر بين السماء والأرض، لأن ذلك الماء إنما يأتي من السحاب المسخر بين السماء والأرض. ولفظة التسخير تدل على القهر، وهذه اللفظة هي أشمل من لفظة الإكراه، لأن التسخير يكون فيما لا إرادة له، أما الإكراه فلا يكون إلا في من له إرادة، أكرهت فلانا أن يفعل كذا. أما التسخير فيقال حتى في تسخير الجمادات وفي تسخير النباتات، وتسخير الله سبحانه وتعالى للسحاب بين السماء والأرض إنما هو بما هيئه من العوامل المتنوعة المختلفة لإمطار هذا السحاب ماء عذبا زلالا. وبعد ذلك يبين لنا الله سبحانه وتعالى المستفيدين بهذه الآيات، فإن في كل ذلك آيات على وحدانية الله سبحانه، ولكن هذه الآيات من يستفيد بها؟ لآيات لقوم يعقلون، في هذا آيات. وأكد هذه الآيات بإن في أول الكلام ثم باللام الداخلة على معمولها وهو اسمها لآيات، أكد هذه النسبة وهو وجود الآيات في هذه الأشياء المذكورة. والمجيء باللام هنا لأجل البعد ما بين إن واسمها، فكان مجيء اللام بعد هذا البعد الشاسع بذكر الآيات السابقة ما بين إن واسمها في مكانه الدقيق.
لآيات لقوم يعقلون. المستفيد من هذه الآيات هم القوم الذين يعقلون، ولم يقل الله سبحانه وتعالى للذين يعقلون أو لمن يعقل أو نحو ذلك، وإنما قال لقوم يعقلون لأجل الإشعار بأن المبدأ العقدي هو الذي يجب أن يكون مناط القومية. فإن القوم الفئة من الناس، ويطلق لفظ القوم على القبيلة، ويطلق أيضا على الشعب، ويطلق على الأمة. ولكن هؤلاء وإن اختلفت عناصرهم النسبية وأصولهم القبلية، فإن العقل هو الذي يوحد بينهم، فهم أمة واحدة أو قوم أوحدون يربط ما بينهم هذا العقل. ومما لا ارتياب فيه أن كل مكلف هو عاقل، ولكن الآية الكريمة فيها تعريض بالمشركين بأنهم لا يعقلون، الذين لم يستفيدوا من هذه الآيات، ذلك لأنهم لم يستخدموا عقولهم، فهم كالبهائم العجماء بل هم أضل، لأنهم لم يستفيدوا من هذه العقول، فلذلك اتخذوا الأندال مع الله سبحانه وتعالى، ولولا ذلك ما جعلوا مع الله آلهة أخرى وهم يشاهدون هذه الآيات العظام. ففي خلق أنفسهم آيات، وفي الأرض آيات، وفي الأجرام الفلكية آيات، وفي هذا التناسق العجيب في الخلق آيات، وفي المنافع التي هيأها الله سبحانه وتعالى بهذا التناسق آيات. فتصاممهم وتعاميهم عن هذه الآيات إنما هو لأجل عدم استفادتهم مما آتاهم الله تعالى من عقول. فقد آتاهم الله تعالى من العقول ما هو مناط تكليفهم، ولكنهم بعدم استخدامهم لهذه العقول فهم في عداد من لا يعقلون. وهذا كما قال الله سبحانه وتعالى حكاية عن أهل النار والعياذ بالله: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقد استدل بهذه الآية وأمثالها أصحاب المنهج الكلامي في المعتقدات، وذلك أنهم قالوا إن الله سبحانه وتعالى شد عقول الناس إلى الآيات المنبثة في الآفاق وفي الأنفس، وهذا يعني أن على الإنسان أن ينظر ويفكر ويبني النتائج على المقدمات. والفريق الآخر الذين لا يرون الاعتماد على المنهج الكلامي يقولون بأن الله سبحانه وتعالى لم يذكر المصطلحات الكلامية التي أخذها علماء الكلام من اليونان في هذه الآيات، وإنما شد انتباه الناس إلى هذه الآيات التي هي في الأنفس وفي الآفاق. فإذا المنهج الكلامي لا داعي إليه. والحقيقة أن الجدل الكلامي العقيم الذي لم يورث هذه الأمة إلا شقاقا، ولم يدخلها إلا في مضائق، بحيث اعتمدوا على فلسفات خلفها اليونان وغيرهم من أصحاب الأفكار المتنوعة
وبنيت العقائد الإسلامية عند أصحاب العلم الكلام، عند أصحاب علم الكلام الذين ينهجون نهج أولئك الفلاسفة على أصول هذه المصطلحات. هذا العلم الكلامي بهذه الطريقة لا جدوى من ورائه، وإنما الجدوى في النظر في نفس الإرشادات القرآنية. في القرآن الكريم يفتح أبصار الناس على صحائف هذا الكون التي سطرت فيها آيات الله الدالة على وحدانيته وعلى قدرته وعلى علمه وعلى بصره وعلى سمعه وعلى كل صفاته الكمالية والجمالية والجلالية، وعلى أنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، إذ لا يمكن للصنعة أن تشابه صانعها. فالنظر في علم التوحيد والمعتقدات على هذا الأساس هو المنهج السليم. وأما إدخال المصطلحات التي أدخلها علماء الكلام في علم التوحيد مما خلفه اليونان وغيرهم فذلك مما لا داعي إليه. وبجانب هذا فإن الذين يتعامون عن آيات الله التي في الأنفس وفي الآفاق ويتصاممون عنها ولا يرجعون إلى العقل في استلهام معاني النصوص أيضا هم غير مبرئين من الذم وغير مبرئين من العيب، ذلك لأن مسلكهم مخالف للمسلك الذي جاء به القرآن. فالله سبحانه وتعالى خاطب قوما يعقلون وقوما يعلمون وقوما يتفكرون، ولم يخاطب الله سبحانه وتعالى قوما عميا صما بكما، بل فتح بصائر الناس وأبصارهم إلى آياته وأقام عليهم الحجة من خلق أنفسهم، كما أقام عليهم الحجة من خلق البيئة التي حولهم وخلق المحيط العالمي بأسره. فإذا يجب علينا أن ننهج هذا النهج في استلهام الأصول العقائدية وفي فهم مقاصد نصوص القرآن ونصوص السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. مستمعي الأعزاء، كنا مع تفسير الآية الشريفة، الآية 164 من سورة البقرة. إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم مع تفسير القرآن الكريم، تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.